مع عادل بارباع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الكرام، وظهيرة جميلة إن شاء الله على كل الناس اللي يسمعونا في كل مكان. تحية لمخرج هذه الفترة عبد العزيز تحيم، ومن خلف المايك أنا أحمد الركن، عوضا عن زميلي عادل بارباع الذي لا يعوضه شيء أكيد. طبعا هذه حلقة جديدة من برنامج مؤشرات اللي يأتيكم كل اثنين وثلاثاء صحيح ولا غلطان؟ واربعة واثنين وثلاثة واربعة، ما شاء الله يا عادل ما شاء الله. ويتم الحديث فيه عن بيئة العمل دائما وعن حياة العمل ومن شأن الموظفين والمنشآت والشركات. أتمنى أنيش أقدر أدير هذا الحوار بالذات وأني أستضيف ضيف ثقيل مثل الأستاذ القدير والكبير والرائع حاتم سفرجي. حياك الله يا حبيب القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مساء جميل، مساء السعادة ترتسم على وجوه المستمعين، مساء به البهجة والفرحة والمتعة والأنس ولقاء جميل، كل تحيات مع أروع إنسان أحمد الرقم. يا مرحبا، حياك الله وسهلا مباركة يا حبيبي. حبيبي يا ربي يسعدك، كيف حالك؟ الله يحييك الله يحييك. أنا مسماك كذا كأخصائي سعادة يفتح النفس صراحة يا قلبي. الله يجعلك دائما إن شاء الله سعيد يا حبيبي، وتكون سبب في سعادة آخرين. قول آمين يا آمين. آمين يا سيدي. شوف أنا خليني أبدأ الموضوع من سؤال كان عندي في أكسجين أمس كان عندي سؤال طرحته على الناس. قلت كل اللي رايحين على الدوام يكلموني، وسألت كل واحد مبسوط انت رايح على الدوام، والثاني سألته ليش ما انت مبسوط، وهذاك ليش انت مبسوط. اللي قال لي مبسوط قلت له ليش، ايش السبب، واللي ما هو مبسوط كمان سألته عن السبب. جات إجابات كثيرة، ويمكن الأكثرية بالذات من الناس اللي مبسوطين ومرتاحين يقول لك الحمد لله المدير كويس والبيئة حلوة، والعكس تماما عند الناس اللي ما هم مبسوطين. أنا باك تعطيني تعريف عن السعادة في بيئة العمل، إيش أهم القواعد لها؟ طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على رسول رحمة العالمين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. السعادة في بيئة العمل هي الراحة النفسية أو التقبل للمكان وزيادة الإنتاجية. أنا لما أكون سعيد، أنت الآن يا أحمد يا ركن ما شاء الله عليك بتعطي عطاء ما شاء الله رائع حبيبي. أول شيء عاشق المهنة، وهذا عشق المهنة، صح ولا لا؟ صح. اثنين، لما تدخل المكان بتحس بسعادة، تمام؟ لأنه مكان بتحبه كإذاعة ألف ألف، صح؟ صح. بيئة كلهم بيدعموا بعض، صح؟ مم. طيب هذه كل الأمور أنت نفسيا كيف بتكون خلف المايك؟ بتلعلق جدا، كل بتبتكر أشياء جديدة، فأنت بتقدم بسعادة، روحك الإيجابية بتوصلنا. فأنا صار البيئة السعيدة والسعادة في بيئة العمل هي القدرة على التوازن وتحقيق الإنتاجية، وأن أكون إنسانا ملهما ومعديا للإيجابية والسعادة. طيب أنا دائما أحب أحط نفسي مكان المستمع. خليني في البداية أعيش دور المدير اللي يسمعنا الآن. المدير ينتظر منك توجيهات ونصائح من خلالها هو يصنع هذه السعادة في بيئة عمله، تمام؟ المدير لازم يعرف في شيء يسمون الرغبات الثمانية في بيئة العمل. ثمانية جيدوا عندكم وسجلوا عندكم يا مدراء. أول حاجة بناء الثقة. تخيل يا أحمد أنا ما عندي ثقة فيك، أنت هتحس براحة مكان؟ طبعا لا، دائما أشكك فيك. نعم اقول لك يا ابويا ما تقدر يا شيخ تسويها، يا شيخ انت ايش اعرفك يا احمد يا ركن، انت هتحس يا ابويا ليه بيستقل فيا. فلازم ابني الثقه بيني وبين فريق عملي، بيني وبين المنظمه، بيني وبين الاداريين والموظفين، يحسوا انه انا حاسهم جزء من الكيان. التواصل بايجابيه وانفتاح، لازم كلامي مو اسمع انت شوف سوي الامر ده، مره على مره على مره هيكون حاجز،
وفي ناس حاسين عندهم حساسيه زي حكون حاجز من اول مره. لكن التواصل بايجابيه وانفتاح لو تكرمت علي الامر هذا يا ريت تسويه عشان اعرفك تقدر تسويه. وبسيط الموضوع، كلمات بسيطه يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خاطب الناس على قدر عقولهم مو على قدر عقلك. ثالث حاجه توقع الافضل الموظفين. انا عارف يا احمد انه انت حتقدر تديني اميز شيء عندك لانك بصمه يا اخي. حتى لو ما عنده ثقه، لو ما عنده تفكير ابداعي، انت بالكلمات هذه بتعطي له بوش قوي. خلق روح الفريق، روح الفريق التعاون، الالفه، التميز، القوه، الابداع، العصف الذهني، الاحساس بهم، الارتقاء بهم، دعمهم وتحفيزهم. جميل. طيب استخدام الثناء والتقدير. شكرا يا احمد، الله يجزاك خير، والله ما قصرت يا احمد، الله يبارك لك ان شاء الله ويستر على اهلك يا رب. كلمات حلوه، انا اشكرك. بعد كده اعطاء المزيد من المصداقيه وتحمل المسؤوليه. انا مصدقك وحاس فيك وعارف انك تقدر تكون بصمه جميله يا احمد، راعي احمد. هذه الكلمات، هذا الدعم، هذا الاشياء الحلوه اللي محتاجينها الناس، محتاجين امور زي كده بسيطه بس نشتغل. بعد كده سهولة التواصل مع الآخرين، لازم يكون في تواصل مع الآخرين. سياسة الباب المغلق انتهت، الآن سياسة الباب المفتوح، سياسة الناس الراقية، سياسة الرقي، باب مفتوح. أنا أفتح الموظفين أستقبل، أما أمنع ده وأمنع ده وأستقبل اللي أنا أبغاه وما أستقبل اللي أبغاه، هذه العملية صار. أنت بتدي مؤشر للناس، وحنا نتكلم مؤشرات، انه انا ما استقبل غير اللي على مزاج، انتوا ناس اقل من مزاج. بعد كده جعلت تقييمات الموظفين تجربه ايجابيه. كيف يعني؟ تخيل لما اجي اقول لك والله يا احمد انا ابغاك تقيم نفسك، واجي اسوي لك حاجه حق ريك باتريك حق السعاده، تقييم السعاده، واحط لك وجيه كده وابتسمه في التقييم، تمام؟ انت كيف حتشوف نفسك؟ حتى لو انك عامل غلط حتستحي انك تحطه. فهنا الإحساس بالإدارة الذاتية، كيف أخلق جو من الإدارة الذاتية. جميل جميل جميل. معك تسمعني؟ تمام معك. كيف معك قال لي عقلي. طيب اسمع أبو مين أنت أخوي حاتم؟ أبو محمد. الله يحفظ لك يا رب. كذا خلصنا دور المدير؟ لا لسه. أقول لسه الآن العاتق التالي يقع على المدير والموظفين اثنين مع بعض، ما حبعد احد عن ثاني. المصداقيه لازم تكون صادق مع الموظف، ولازم لما اقول لك معلومه تكون صادق. هذه المصداقيه انت بتولدها بينك وبين الموظفين، وبتولدها بين الموظفين بينهم وبين بعضهم. لما اذا كان رب البيت بيدف في ضارب والفشيمة اهل البيت الرقص. الله. اذا انا اكذب وانا ما اكون صادق، كيف تبغى الموظفين حتى يكونوا صادقين معايا؟ طب كيف يكونوا صادقين بينهم وبين بعضهم؟ ممكن يلفوا دوره على بعض، لان كل واحد يطبطب على يخبي. بعد كده الاحترام، انا احترمك، اقدرك، واقدر فعلك، واحترمك باسلوبي، بكلامي، بتقديري. بعد كده العداله، العدل. العدل، العدل، العدل. لا انافق على سبيل عملي. ولا أجامل على سبيل عملي. أن أعدل بين الكل وفق دليل الإجراءات والسياسات. لازم أعدل بين الكل وفق دليل الأنظمة القانونية والقوانين اللي وضعته وزارة الموارد البشرية. أنا بتوقف عند النقطة دي بس أبو محمد. شوف أنا قاعد أحط نفسي مكان المدير ومكان الموظف. أنا بعد شوية لما أسألك عن الموظف أنا متأكد أن أنت حتقولي لازم الموظف يعرف إيش الطرق اللي توصله بالطريقة الصحيحة لإدارته مثلا على سبيل المثال، تمام؟ والمدير هذا أحيانا عنده 4 موظفين في مكان واحد أو في بوزيشن واحد، تمام؟ ولكن واحد من الموظفين هذول شغله غير، إنتاجيته غير، فلما يجي يطلب مني إجازة غير الثاني مثلا واحد، لما يجي يطلب مني زيادة غير الثاني، لما يطلب مني أي مميزات ثانية هو غير الثاني، هو قاعد يقدم لي غير اللي هم يقدموه، فبالتالي أنا طبيعي أني أنا أقدم له غير اللي أقدمه لهم. هنا أنا تنازلت عن موضوع العدل، أو أننا نقنن العدل بحيث أنه يكون بطريقة أخرى.
معلش العدل مع الكل. العدل اني اعدل الذي يعمل، هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا ابدا، هذا اللي بقوله. هذا العدل اني اعدل مع الذين يعملوا واعدل مع الذين لا يعملوا. العدل ليست المساواة. يعني مثلا انا مثلا ارقي اللي ما يشتغل واسيب اللي يشتغل؟ لا، العدل يقول ان تكون عادلا مع من يعمل وليس عادلا مع من لا يعمل. انا اعطي كل ذي حق حقه، وهذا الشيء ما يزعل، لانه انا عندي دليل. الدليل هذه والقوانين تقول كده. هذه انظمه وضعت في الدوله قائمه على كتاب الله وسنه نبيه. طيب ابو محمد، عشان العدل وعشان ما اخصم من راتبي بطلع الفاصل ونرجع لك بعد شوي. نطلع الفاصل بسيط مستمعينا وراجعين مع الجميل حاتم سفرجي اخصائي السعاده. انا يكفيني هذا المسمى يا حبيبي. حياكم الله من جديد أصدقائي المستمعين. لرفع مؤشراتكم في أعمالكم نتحدث هنا في مؤشرات مع الأستاذ القدير حاتم سفرجي. حياك الله أبو محمد مرة ثانية. أبو محمد عيونه. أرحب يا أبو محمد. أرحب ألبقى. أنت فينك أصلا؟ أنت لما جيت هنا؟ أنا في المدينة. عندنا اليوم مبادرة سر السعادة في المدينة، وإن شاء الله اليوم حنكون في ممشى الهجرة. حنستضيف عدد من الأسر المنتجة، حنستضيف عدد من الفرق التطوعية، وأيضا استضافة عدد من الأيتام وعدد السلام. من الأخشاب. يا حظكم أهل المدينة، روحوا تشوفوا الشخصية العظيمة هذه حاتم سفرجي. طيب أبو محمد لا تنسى معاك النعناع والهبق والحركات. ها ايوه ارسل لك ايه بالطيارة. شوف احنا توقفنا عن نقطة العدل. احنا هنا خلصنا المدير ولا لسه؟ لا لسه هيا هات. هذا الكلام على نموذج بيئة عمل تموها الابعاد الخمسة. بعد كده عندك العدل، عندك الفخر. لما اجي اسأل يا احمد يا ركن واقول يا احمد يا ركن ايش رايك في الف الف، على طول انت كإنسان تفتخر بإذاعة تنتمي لها هتقول شيء رائع ومميز، صح ولا لا؟ صح. تفتخر إنك شغال في ألف ألف. أنا كحاتم أنا لي الفخر وأقولها أمام الملأ إني أكون ضيف في ألف. يا حبيبي أنا أفتخر، افتخاري هذا هو شيء محبب لي. بالعكس شعور الناس بفخرك، فأنت بتدي قيمة مضافة للإذاعة، بتدي فخر لهذه الإذاعة بحيث إنها مستضيفة ومتبنية شخصية زي أحمد ركوز، زي عادل، زي البنات، زي الأخوات، زي ياسف. يكفي هذا الفخر لأني أفخر بها أنتمي لها. بعد كده الزمالة، كيف تكون زمالتي مع بعض، كيف الألفة، كيف التعاون، كيف هذه مين اللي ولدها؟ يعني مثلا لما يجيك مدير، وعلى أن نقول مدير نقول قائد، خلينا نقول مدير الآن يجي على سياسة تفرق تسد، وهذه حصلت وبتحصل كثير. تفرق تسد ليه؟ لأنه هو المستفيد. كلما شتت شمل الموظفين استولى على الكل، ويجي يقول لك يا أحمد ده فلان فيه، ويقول عنه هو ما قال. طب في الأخير أنت أفقدت الزمالة. الزمالة لازم تبنى على التعاون، لا يفرقنا أحد، لا نلتفت لكلام الناس. نحن هنا نتفق على كلمة واحدة ومع المدير ويد واحدة. لما هو المدير وهم يستشعروا انهم كيان واحد، اتوقع انه هذا الكيان ينهز. دائما لما يكون كلمته جسد المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، اذا تداعى منه عضو تداعى له سائر جسد السائر حمى. احساس الناس بانه المدير جزء لا يتجزأ وانه هو بيدعمهم، هو يحس بالزمالة، بقوي الزمالة، الترابط الأسري، الرقي، الألفة. يعني أنا أعرف أحد الجهات عاملين صندوق للموظفين مشاكل، فهذا الصندوق لأي واحد يقع مشكلة عزة
زين كل الناس وشاريا بينحط في مبالغ. هذا بينهم بينهم صندوق مساعدة. شفت كيف؟ فكلهم مع بعض حاسين انهم يد واحدة أسرة ما يقدروا يتخلوا عن بعض. وهذا الجميل انك تشعر هذا الشيء. جميل. زمالتي زملائي هم أسرة أهلي. يعني لما ديك اليوم ما جيت وقالوا تعبان قلت سلامته. هذه المربع يقول يعني يا أخي والله مسكين وتعبان ومش عارفة. فحسوني بالزعل عليك. حبيبي. قلوبهم عليك. قلوبهم عليك. قلت لهم أنا أجيله يعني أخذ فستق وقلوز وموز ونروح للبيت. مندي أنا مندي. تمام رضي أبوه. طيب جميل. هذه الأمور هذه الأبعاد الخمسة لازم تكون طبعا حتى الاتصال بيننا وبين بعض. يعني لازم أي واحد يدرك أن الموظفين عندهم أهمية تحليهم بالأمانة والاستقامة في تعاملاتهم. لازم أنا كموظف أتحلى بالأمانة. لازم أنت داخل مكان يكون أمين على المكان ده أمين على أسرار المكان. وهذه من الاتصال المزدوج بينك وبين القطاع وبينك وبين المنظمة. لازم أن يكون الموظفين على العلم بالعناصر تؤثر نجاح المؤسسة أو المنظمة. تعال تخيل يا أحمد جبتك وعينتك خلاص هذا المكان. لا تعرف رؤية ولا تعرف رسالة ولا تعرف مقاومة نجاح وبعدين تخطي وأقول لك أيوة أنت أخطيت. أنت أنت كده أنت تخليني أخطي. ايوه انا أمس والله امس لسه اتكلم في هذه النقطه مع هنا مع الشباب اقول لهم ما ينفع انه انا مثلا احط حارس مرمى احط هجوم واقول له يلا ابدع. اذا انت حطيت الشخص المناسب في المكان المناسب انتظر ابداعه والعكس تمام. دربني حتى على مستوى الاذاعه ما اجي واحد من الباب الطاقه من برا اقول له يلا خليك مذيع اخبصها. لكن لازم ادرب. فانت لازم تعطي موظفينك مقومات نجاحك. ايش اللي بتاثر في نجاح ايش مجموعه مين مجموعه العمل المنتمين للنجاح هذا فلان وفلان 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 وهذول حيكونوا مع بعض وتكونوا كلكم كتله واحده. شوف انا ايش بقول انه النجاح بالعمل التعاوني. اقوم انا كقائد بارسل رسائل ايحائيه انه لا نجاح يتم بالفرديه ولكن النجاح يتم بالمجموعه والتعاون. لازم ان يفهم رؤيه المنظمه. الموظفين لازم يعرفوا رؤية المنظمة. تعال أنت دحين يا أحمد لو جيت لأي موظف لأي مكان تقول له إيش الرؤية والرسالة حقتكم والأهداف أغلب الناس إيش هتقول لك؟ ما أدري. يعني المفروض يدروا. المفروض ولكن يتكلم عن الواقع. الواقع الأغلبية ما يدري فعلا يدوب يعرف مهامه. أيوة حتى مهامه الجوب سكريبشن ما بتوزع الكل ولا بينعرف من الكل. حتى القطاع الخاص الآن مشاكل اللي حاصلة إنه الموظف بيشتغل مليون شغلة. طب الجوب سكريبشن حقي الوصف الوظيفي اللي بيشتغل عليه شو هو؟ لازم يراعي إنه لازم يعرف الناس إيش الرؤية إيش الرسالة إيش الجوب سكريبشن إيش المهام حقته بالضبط. ما حتى تخليه ضايع في المنظمة كده كيف حيحس بالأمان الوظيفي؟ صح عمره ما حيحس. بعد كده لازم يكون يقدر يستطيع الموظفين التركيز على عملهم دون تفسير. يعني لازم ركز على عملك. هذه المعلومات الواردة كده 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 تكلم. لازم تقول لهم في أمور الموظفين في العمل ما تدخلهم في مشاكل العمل اللي أنت مسويها. يعني أنا كمدير في مشكلة أنا مسويها لازم أدخل الدنيا كلها في المشاكل؟ لا طب ما هو مش ما هو ذنبهم. فلا ألقي اللوم على الموظفين. أيها المدير الذي أسببت في خطأ. والقرآن يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تحمل الناس أخطاءك. ولا وأن تدرك ولازم يدرك الموظفين والكل أن لا تحملوا الناس منسوبيكم زملائكم نفسياتكم ومشاكلكم وشاكلكم. جميل. أنت عندك مشكلة برا حلها حبيبي. لا تجيني انت مشكلتك لانه انا ماني مسؤول انك طلقت حرمتك ولا ضربت معاها ولا انا مسؤول عن ديونك ولا مسؤول عن احد. شكرا. انا موظف زيك. انت عندك مشاكل عندي مشاكل. جيت انت دمك محروق ما قدرت
عليها جاي تفرغ طاقة كثيرة. هذه من النقاط اللي بنرجع نتكلم عليها أبو محمد، إنه كيف الواحد يفصل برضه، لأنه السعادة في بيئة العمل مرتبطة بالسعادة، في النهاية أنا إنسان وأنت إنسان، ولكن كيف أنا أفصل ما بين الأمور اللي تحصل خارج إطار وبيئة العمل والأشياء اللي تحصل في داخل المنشأة؟ إذا تسمح فاصل بسيط، لأن الشباب هنا جايبين برجر. بالعافية حبيبي، عارف وضعك، وارجع لك شوي. حياكم الله من جديد يا جماعة، مساكم الله بالخير، وإن شاء الله أنها ظهيرة حلوة عليكم. حياك الله محمد مرة ثانية. حياك الله، بس أمسح فمك ترى البرجر فيه الكاتشب عشان ما خلصت لسه. طيب يا حبيبي محمد، حبيبي عرفنا المدير إيش المفروض يسوي من أجل بيئة العمل ومن أجل الموظف. طيب الموظف اليوم يقول لك يا أخي أنا والله أروح الدوام بس عشان الراتب، أنا كاره شغلي، أنا بيئة عملي الله يوريك، أنا وأنا وأنا وأنا. هل حينتظر كل موظف لين ربي يرزق بمدير يجنن وبيئة عمل حلوة، ولا لازم يتصرف؟ يقول لك إن لم تكن مبادر فسوف تظل حائر. هذه زي إن لم تكن ذئبا أكلت كذاب. يا سلام. أنا حنتظر المدير، طب أنا أبادر، أنا أسوي، أنا أفعل، أنا أعمل، أنا أصنع من البيئة السلبية إيجابية. طيب أنت رايح تسترزق هذا الرزق وهذا الراتب، مين سخره؟ الله عز وجل، صح؟ صح. طيب في غيرك يتمنى مكانك هذا ملايين انتظروا، صح؟ صح. ممكن يجي واحد يعني أقل خبرة لكن عنده شهادة ويكون أحسن منك، صح؟ صح. إذن شكر النعمة يكون بجودة العمل والإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إحنا متفقين على الإتقان، بس كيف أنا أصنع لي بيئة حلوة رغم أنه يعني كيف أنور وسط الظلام بالمكاوي؟ يا حبيبي أنت من نفسك من داخلك كيف بتكون منور؟ إحنا ناس عندنا مشاكلنا، عندنا عندنا عندنا، لما نيجي من عملنا لازم نخلي باب بيتنا فلتر، نرمي كل شيء ورا ظهر، ما حد يستاهل. دايما اقول انا رايح لعملي، رايح لرزقتي، طالما انا رايح لرزقي اروح بكل ايجابيه وحب، اروح لرزقتي. انا كفايه لما ابعد وابتسم وانا ابتسامه. المدير فرض، المدراء كانوا قاسين، كلنا عانينا من مدراء قاسين او مدراء غير، ولكن دايما ناخذهم تجربه ايجابيه، دائما ناخذهم تجربه. يعني انا مثلا اقول لك جزا الله مديري خير الجزاء على ما فعلوا فيه من قسوه، تخيل لوم الله ثم هذا الرجل كما حاتم قاعد يتكلم معه. اي شوف، لانه احيانا القسوه تولد القوه والانتاجيه داخلي، فانا قلت لا لازم اصنع نفسي ولازم اكون بصمه، وفعلا كنت بديت اشتغلت على نفسي من بعد كلام ومن بعد التهذيب ومن بعد ما نلته منه، فجزا الله عني خير الجزاء، والله يبارك له ويسامحه. شوفوا غاية التسامح يرفع من قيمة. أنا استحق الوظيفة هذه، أنا تعينت في ذا المكان، أنت يا أحمد استحقت تكون مذيع؟ إيش؟ استحقت تكون مذيع؟ أحب؟ تستحق ولا ما تستحق؟ أستحق أكون مذيع والله، يعني لا تخليني أتكلم عن نفسي يا شيخ، أنا أستحق أكون أحسن واحد. دحين إحنا نتكلم مذيع، أنت دحين كمذيع رائع ومقدم رائع، تستطيع؟ إن شاء الله أني أستحق، بإذن الله أني أستحق. هذا طبعا تستحق شيء أفضل إن شاء الله. يا رب يا رب. المكان هذا إذا أنا أمتن أول شيء لله عز وجل، أشكره أنه إداني النعمة اللي عملها، وأمتن لله أنه جعلني في ذا المكان، وأمتن للعمل، وأمتن لما أعرف قيمة الامتنان والاستحقاق والتسامح، حتديني بهجة، حتديني تفكير إيجابي، كيف أكون عندي، كيف أصنع بيئتي. الآن أنت تشوف الأوروبيين مكتب صغير حق صلصة، وإيش حاط فيها؟ وردة، صورة زوجته،
وبراءته رسائل إيجابية، وتلاقي مديره يصرخ عليه وممكن في وقت ينفصل وما عنده أمان وظيفة، صح ولا لا؟ مين صنع المكان ده وما صنع الجمال وصنع الإيحاءات هذه؟ هو صح. لكن إحنا تفاعلوا بالخيري تجدوه، إحنا عندنا كل المقومات الدينية وعندنا كل المخارج الدينية والقانونية، ولكن نحن نستنى إنه مدير يجي يطبطب علينا هو للتأديب. يكفينا إنه رب رزقنا بعبده، صح، نشكر الله ونعمد نحمده، هذا من باب سعادة، شكره على نعمة الله سعادة، الامتنان لله سعادة، تقديره الله عز وجل سعادة. لازم برضو إحنا نسعى لحاجة يا حبيبي يا أحمد، تطوير الثقة بين الموظفين والمدراء، لازم يكون في تطور بيننا، لازم يكون مصداقية بيننا، لازم نشتغل على أبعاد إنه نتيح نقول للناس ونقول الموظفين إحنا أهلية لهذا العمل. أنا لما ما أبدي قوتي وأبدي تميزي وأبدي بيئة سعيدة وإني إنسان إيجابي، مين يبغى يطل لي؟ صح. طب كيف أبغى أظهر في العمل وأنا ما عندي تفكير إيجابي ولا عندي تفكير إبداعي؟ أجي أخلص شغلي أمشي ولا شيء، إيش قدمت زيادة؟ مجرد رايح. هذا الشيء لن أقول الموظف طبعا هو السبب، ترى السبب يقع على عاتق المدراء، يقع على عاتق أيضا مدراء الموارد البشرية، ما حسيبهم في حالهم. أنت مدير الموارد البشرية تتعامل مع الإنسان، تتعامل مع بشر لا حجر. فارتقي مستوى السعادة لما أجي أنا أخصص لهم أشياء جميلة في المكان. فرض لفرض يا حبيبي أحمد، جيت عندكم بالإذاعة وجبت لك كده صالة، سويت لك صالة فورتيرا وجنبها كرسي مساج، ها؟ الله. وبلاي ستيشن، إيش إحساسك؟ إحساسي يعني بس الثلاثة. إحساسي إني أنا أحب بيئة العمل وإنه بيئة العمل هذه جاذبة وتجنن، تجنها دام 12 ساعة. كده أنا تحولت إلى جودة الحياة. كده أنا بديت أعرف احتياجك ورغباتك حسب هرم ماسلو بحققها بس حسب الإمكانيات. يعني أنا لما أجي مثلا أنا أقول كلمة وأشكر أشكر أشكر وزارة التجارة، أشكر وزارة التجارة على ما فعلوه وعملوه وما زالوا يعملوه لموظفينهم، شكرا من القلب لهذه الوزارة الرائعة. يعني لما تلاقي أنت في كل دور كافي، كرواسونات، كيكات، عاملين صالة بلياردو، عاملين فورفيرا، تنس طاولة، إيش هتسوي كده؟ ها؟ هنبسط، هنبسط مرة، ودوري إحساس الموظفين صار عندهم إنتاجية، صار بيشتغلوا أكثر. ليه؟ لأنه أنا أديتك مساحة إنك تستمتع بالعمل، تسعد. فكل ما سويتك تحفيز وبوشنج نفسي ودعم نفسي من خلال تقييم رقي هذا البشر، أنت حتعطيني شغل وحتعطيني متعة. لكن أنا أضغط عليك، نفسيتك حتكون مع الموظفين البقية كيف حتكون؟ سيئة. مع المراجعين سيئة. لكن أكرموا الناس يكرمكم الله، ارتقوا بهم، قدروهم، راعوهم، عشان تحسوا أنه هذا العالم وهذه الحياة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تعامل، تحتاج إلى إنسانية. عشان كده لازم نربط السعادة والإيجابية بالعمل. في شيء في العمل دائما وأنا أنادي فيه، أنشئ وحدات السعادة. وأنا كنت قدمت وما زلت أقدم مبادرة بإنشاء وحدات السعادة في المنظمات لفريق عملي، فريق من السعوديين والسعوديات أخصائي وخبراء السعادة، لتطوير العمل، لتطوير البيئة الإيجابية، تحسين البيئة الوظيفية. هذا كله لازم الناس تعرفه. أيها القائد، عندما تعتلي الكراسي فلا تهتموا لما تجلس عليه، الكراسي دائرة وزائلة، ولكن يبقى عملك وذكرك والدعاء لك. ليست المسألة في الكرسي، المسألة في من يجلس على الكرسي.
من خلق، من قيادة، من وعي، من إدراك، من قيمة. الكرسي اليوم لك، بكرة مو لك. صح. الكرسي مجرد أداة حاجة. وكيف ما كانت بصمتك راح يعني راح تذكر، يعني شوف انت دوبك ذكرت الرجل، لان انا اكيد لي ناس ما انسى فضلهم علي في مجال العمل، يعني الواحد دائما يخلي له بصمه عشان الناس تذكره بالخير. تدعي يعني انا اقول لك يا حبيب احمد، انا ادعي له لكن لما اتقابل مع احد يقول فيه الله لا يوفقه والله ايد عليه، لا لو سمحت قال له فضل علي يا عمي عمل. قلت له اقول لك جزا الله خير على ما عمله فيه لأنه كان سببا لنجاحي. شو أنا حولت إيش؟ هذه واحد يقول لي يا أخي والله ما سامح، أقول له لا، من عفو واصلح فجره الله. عشان تكون سعيد داخل نفسك لازم تعرف تتعامل مع نفسك، تدير مشاعرك، لأنه إدارة المشاعر أسس من أساسات النجاح في بيئة العمل. إدارة العقول، إدارة الموهبة. يعني مثلا إيش الموهبة اللي عندك يا أحمد؟ أنا الارتجال، الإلقاء، الحديث، التواصل مع الناس. يا سلام، كورة قدم لعبتي، هذه لعبتي مرة. إيه تعال لما أنا أجي أسوي، والله أسوي إدارة لإدارة المواهب عندي، جزء من الموارد البشرية، جزء من جودة العمل، فبخرج الموهبة اللي عندك والقيمة المضافة، هذه كلها حتنعكس على البلد، حتنعكس عليك، حتنعكس على المجتمع. أنت بتظهر مواهبك قد تكون قدوة للناس، قد تكون بصمة للناس، يستفيد منك الكبير والصغير يا أحمد من موهبتك الرائعة ويقلدوك. يعني تتذكر هذيك الطفلة اللي خرجت تتكلم من بصمها، كم ناس بدأوا يقلدوها وتعلموا منها، فتحولت من موهبة لحديث البصمة لقدوة. هذا كله إحنا نحتاجه في عملنا كبيئة سعيدة. عشان كده إحنا لازم نتقن العمل بسعادة، لازم نتقن إحنا إيش المهارات الابتكارية عشان نكون عندنا تعزيز لبيئة العمل، توفير لبيئة العمل. لازم يكون عندي بيئة ابتكارية وتفكير إيجابي بيئة العمل. لازم أنا أجي أعرف الناس وضعنا الحالي إيش، المعرفة الأساسية بالوضع الحالي. لازم أنا كمدير أعرف الوضع الحالي، هل أنا مصدر قوة، وضع متوسط، قوي، ضعيف، كيف؟ طب عشان أنا أبدأ أشتغل وأطور الموظفين لازم يكون عندي مهارات ابتكارية، لازم يكون عندي تحفيز على الإبداع عشان أعرف أوصل لمرحلة إيش؟ مرحلة تيشمون اندماج الوظيفي أو الانجيجمنت. فلازم عشان يكون عندي مهارات ابتكارية الإبداع لازم أعرف كيف يكون فريق العمل يسوي له عصر هنا. طيب لما أجي أقول لهم يلا نبغى نحل المشكلة دي عن طريق مخطط السمكة، لازم نبغى نسوي تحليل معرفة المواهب لدى الموظفين، هذه يسموها المهارات الابتكارية عن طريق الإبداع. كده أنا لما أشتغل مع الموظفين بهذه الطريقة، أنت تتخيل إنه كلهم حيكونوا مع يد واحدة وحيتميزوا. فعشان كده إحنا محتاجين السعادة، محتاجين عشان كده لازم نقدر الناس ونشكرهم. جميل. إذن الشكر والامتنان من أهم الركائز اللي إحنا ممكن نتكلم عنها، وبعدها تحصل النتيجة اللي إحنا نرجوها اللي هي السعادة. لسه. لا بكمل أنا، نقول لا إله إلا الله. لا بكمل بس بروح الفاصل بسيط ولنا أعود يا حبيبي. فاصل حياكم الله من جديد مستمعين، ومساكم الله بالخير مرة ثانية. أنتم تستمعون لبرنامج مؤشرات، بإمكانكم الاستماع لبرنامجنا عن طريق الراديو أو حتى عن طريق الابليكيشن اللي ممكن تحملوه على تليفوناتكم، سواء كان تليفونك آيفون تقدر تدخل الآن على أب ستور وتحمل تطبيق ألف ألف إف إم، وإذا كان تليفونك سامسونج أو هواوي برضو تقدر تدخل على المتجر بلاي وتحمل التطبيق وتسمع هاتم سفرجي في جوالك. يعني الله الخدمات الله. حياك الله ابو محمد مره ثانيه.
هلا سيدي، هلا حبيبي. الله يحييك. شوف انت تكلمت عن نقطة مهمة في الدول، يعني نقول في العالم الأوروبي تقريبا، في مجال السعادة وجودة حياة بالذات في الجهات الحكومية والمنشآت الكبيرة. هل في توجه مثل هذا في المملكة؟ طيب سيدي، في توجه من خلال إدارات سمو التواصل الداخلي، تمام؟ وهذا دور المفروض يتبناه المين؟ اللي هو مدير الموارد البشرية. حلو؟ لازم يتبنى الكلام هذا، القطاعات والوزارات تتبناه. ليه؟ إيش الهدف منه؟ أول شيء أنت بتزيد بالنسبة الإنتاجية. اثنين، أنت بترفع قيمة التقبل لدى الموظفين، بتخفف الدوران الوظيفي، بتخفف التهرب الوظيفي، بل بتمنعه، بتجعل الناس عندها ثقة فيه. صحة 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 حبيب، صح. تولد شيء يسميه حب العمل. صوتك راح بعيد بس أبو محمد. بيوصل في الأخير لمرحلة اللي نسميه الاندماج الوظيفي، شيء أعلى من الرضا الوظيفي. يوصل لمرحلة انك تحس انه هذه الشركة او هذه المنظمة لك، وانك جزء منها، بتحبها، بتعطيها، في عندك ولاء. حتى لو يوم من الايام تبغى تسيبها وعندك نية تسيبها، او جاك اوفر اعلى، مو من السهل تتخلى، ولا هم من السهل يتخلوا. فهمتني؟ فهذه النقطة اللي ابغى اوصل لها، انه كيف يكون عندي قياس للولاء الوظيفي. هتسألني وتقول لي يا حاتم هل في مقاييس للسعادة في بيئة العمل؟ أقول لك نعم موجود. وهذه المقاييس بعض منها طويل وبعض منها قصير. الهدف منها طبعا، أحد المقاييس أنا المقياس تم ابتكاره على منهجية عالمية من قبل محدثك حاتم السفرجي لتحسين بيئة العمل. نعم. بنعرف كل المشاكل في كل قطاعات المنظمة، بحيث إنه أنا أعرف الخلل وحط، ما أقول لك بس خلل، أقول لك هذا الخلل وهذا أسبابه وهذا علاجه. أنا بطلع لك السبب وأسبابه وعلاجه ومين الأساس فيه. قد يكون القائد، قد يكون مدراء الأقسام، قد يكون الموظفين، قد يكون النظام، قد يكون عدم عمل النظام أو عدم الاستناد على اللوائح والقوانين بالشكل الجيد. يعني حتى نعرف انه مشكلة عندها نظامية في النظام وفي سياسة الإجراءات، او هي في الموظفين او في الزملاء او في المنظمة، ينعرف السبب بدقة وبتقييم عملي. فهذا المقاييس اللي تم ابتكاره ليه؟ لانه انا مؤمن انه احنا كمملكة العربية السعودية عندنا السعادة. المملكة العربية السعودية عام 21 أخذت المركز الأول عربيا، وابتعدت الإمارات العربية وابتعد المركز 27. طب ليه أخذنا؟ في ظل أزمة كورونا المملكة دعمتنا، حمتنا، جات على نفسها، ضغطت. ده كله ليه؟ عشان تأمن لشعبها السلام والأمان. أشرت لك إبر كورونا، إبر التلقيح، وخلتك المواطن بياخدها ومجانا. تروح تفحص فحص كورونا في ظل ما اماكن كثيره بيفحصوا بفلوس، والابر بفلوس. اما للمواطنين برا، احتلت المركز الاول في السعاده لما قدمته من خير، من بركه، بيئه الشباب، العمل الدؤوب لعدم وقوع المملكه في اي ازمه ماليه. هذا كله والابتكارات عشان تأمن لك جودة حياة قائمة على السلام، قائمة على الخير، قائمة على الأمن، قائمة على الأمان. مو هذا اللي حصل؟ نعم. فهذا اللي نشتغل عليه عشان جودة الحياة. الآن بتجيك قطاعات عقارية وبتقول لك أنا أبغى أسوي جودة حياة للمخطط. هذا واقع ترى. صح. طيب أوكي، هسوي لك جودة حياة، بس ايش الشيء اللي يقوم جودة الحياة هذه؟ طب عندك مصر طبوغرافي؟ لا ما عندي. طب مدراء المشاريع عندهم فهم في جودة الحياة؟ لا ما يفهم. طب الموظفين عندهم سعادة داخلية؟ والله ما نعرف قليل. طب انت عشان توصل،
عشان انت جاي في شركه ما حتقعد لك طول العمر، حتقعد لك الشركات هذه الاستشاريه فتره بتديك وترسم لك، لكن لو ما الموظفين عندهم سعاده وهم يخرجوا هذه الطاقه الايجابيه وهذه السعاده من قلوبهم وافكارهم وعقولهم لن يستمر المشروع العمل، حيكون في عندك دروبات كثيره وانخفاضات كثيره، صح ولا لا؟ صح. لكن لما يكون القائمين على المشروع هم عندهم احساس بالمشروع وعندهم احساس جوده الحياه، فهذه التميز. ترى من صالح الشركات الاستشاريه ان تجي تشير المشروع كله مع بعض وانتهينا وتروح وتاخذ فلوسه بالملايين، لكن الامانه تقول لا تعطيني السمكه ولكن علمني كيف اصيد. انا اعمل لك كموديلينج للنموذج الاول، لكن بعد كده انت حتستمر، لكن تحتاج الشركات الاستشاريه حتجيك في لحظه كاستشاره. فاحنا هذا اللي محتاجينه، انك تبني موظفينك. لما تيجي الموظفين وتشوف الشركه شايله كل شيء هم قاعدين نايمين، ايش حيقولوا؟ ما عنده ثقه فيها. اقرب كلمه ولا صح؟ لا، اديهم الثقه عشان يحسسهم يخرجوا الابداعات. انت ما انت عارف ايش ابداعات وايش افكار، لكن يقول لك اعطوا سداح فرصه، صح ولا صح؟ سداح يحتاج فرصه. طيب اخيرا اخيرا، لانه الوقت ما شاء الله بسرعه دعس كذا داهمنا، لكن خليني يعني أسألك كده بشكل عام. أول شيء، هل السعادة صفة مكتسبة؟ هل هي مهارة أنا والله أخذها وأتعلمها؟ أم هي أسلوب حياة؟ كيف أنا أخلي الطابع الغالب عليه هو السعادة؟ باختصار لو سمحت. السعادة قرار. أنت من تقرر سعادتك وأنت من تقرر سعادتك، هذه اختيارك انت. طب هذا قائم على ايه؟ على ايجابيتك وتفكيرك الايجابي. انا ما اقول لك ما يكون عندك يكون حياتك، لا تكون حياتك حديكم سهلة كما قال سيد عمر، ولكن لازم يكون عندك الوعي والادراك والفكر انه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ان نرضى ونعمل ونجتهد، ان لا نتكاسل ولا نتواكل، ان نتوكل حق التوكل، أن نعمل بتميز وجد اجتهاد، مو طبطب لي تطلع كويس. لازم أسعد نفسي وأرضى بالقليل. كلما أسرعت للرضا أسرعت للنسيان وأسرعت للسعادة. كلما تسامحت وعفيت في عمن في قلبك أسرعت للإيجابية والسعادة. كلما كنت راقيا في عقلك ومثقبا أسعدت للسعادة. كلما أخذت قرارا بالامتنان والاستحقاق أنك حياة سعيدة وإيجابية وفكر إيجابي وأنك النعمة الربانية المهداة في هذه الأرض، لابد أن تكون صاحب بصمة وصاحب سعادة وصاحب قيادة. فتعرف على قيادة ذاتك قبل أن يأتي ناس ويقودونك لمصالحهم الشخصية. شكرا. قرر أنت أن تكون سعيد ولا تجعل الناس يفرضون عليك السعادة، وكن أجمل بصورة بجمالها وكن أنت السكر الزيادة. اسلم بقك يا باشا. ربنا يخليك حبيب قلبي. حبيبي حبيبي حبيبي. فرصة سعيدة يا باشا. الله يخليك. أخصائي السعادة ومستشار التنمية البشرية الأستاذ حاتم السفرجي، كنا ضيوفه فهو صاحب مكان في برنامج مؤشرات لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك أبو محمد. شكرا حبيبي، أنا سعيد فيك أخوي أحمد، أول مرة بتحاور معايا، لكن يشهد الله لقاء جميل بجمالك ورقيك وعذوبتك وخفة دمك حبيبي وصديقي العزيز، وتشرف. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لكم أنتم كمان مستمعينا الكرام، ترى مستمعين الظهر دول يجون فخمين على فكرة، عارف كذا أنا شادها لي. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة، استفدتم واستأنستم فيها. شكرا عبد الحليم، أنا أحمد الركم من خلف المايك، أودعكم واللقاء إن شاء الله بكرة يتجدد في أكسجين صباحا وظهرا في مؤشرات. في أمان الله.